ما كاين لا طيوح لا والو، كاين شويه الثمن، الثمن مرتفع اخي 25 26، كاين الثمن قاصح المواطن مسكين، ما كاين لا اقبال لا والو. من الصباح مريحين البيع قليل، كيجي كليان، كاين شي ناس كيتقداو، كاين شي كاين كليان مساكن تيجي بثمن مرتفع كيمشيو بحالاتهم. الفلوس اخويا ما عرفتش شنو السبب ديالو كيفاش تطلع، بغيت غير شي مسؤول يخرج لنا بشي تصريح شنو السبب علاش هاد الفلوس تزاد الثمن هذا اللي حد الان ما فهمنا والو. الفلوس عمره ما وصل لشي ثمن خيالي 10 دراهم، الثمن انا ما عمرني سمعته كاع. واخويا المسؤولين هما اللي عارفين هاد المشاكل اللي كاينه، هما اللي عارفين الخبايا كيفاش هاد الفلوس تطلع، حنا اللي حد الان ما في علمنا والو. هما قاطعوا الدجاج، وبالنسبه للمواطن اش غادي ياكل؟ هذا هو المشكل. المقاطعه يقاطعوا الدجاج، يقاطعوا اللحم، يقاطعوا الحوت حتى هو غالي، اش غادي ياكل هذا المواطن بينه وبينك؟ اش غادي ياكل؟ خاصهم يديروا شي خطوه يشوفوا، يديروا واحد التحرك يشوفوا الفلوس شنو السبب كيفاش تطلع. اما المقاطعه راه ساهله باش يقاطعوا، ولكن خاصهم يعرفوا شنو المشكل. كاينه مشاكل متعدده بزاف، السبب الرئيسي هو الفلوس، طلعه صاروخيه. كاين السبب الغازوال، العلف غالي، كل شيء غالي. دابا الفيرمات خاوين من الدجاج، هو اللي جعل الدجاج دابا يطلع، ماشي كاين دجاج ومحتكرين ودايرين الثمن مطلعينه، راه ما كاينش. هذا هو السبب. هو الموالف غير شهر 7 شهر 8 تيكونوا فيه مناسبات كتبيع ب 60 طير 80 طير، لحد الان ما كاينش. كاين غير الوفات، كيجيو الناس مساكن عندهم موت كيديو صافي، واقفين عليهم ما عندهم فين يدور. هذا هو المشكل اللي كاين. كننادي المسؤولين من هذا الموقع هذا يديروا واحد الخطوه، واحد التحرك، يشوفوا السبب فين كاين. السبب الفلوس غالي، شنو السبب؟ شو الغازوال نتمنوا ينقصوا منه شويه، يشوفوا من حال المواطن حتى هو. كاين اسباب خاصهم يتحركوا ويشوفوا كيفاش يديروا المسؤولين. بالنسبه للمواطن اخويا كنقول لهم هذا الموقع هذا يصبر، لعل وعسى يطيح الثمن شويه الشيء اللي غادي نوصل ليه. انا غا كنبيع ونشري ولحد الان جاني الثمن قاصح. انا غا كنبيع ونشري، كنبيع فيه نشري فيه على درهم درهم ونص وما كاينش اقبال. هذا هو المشكل. حنا شارينه ب 24 درهم، باش شارينه دابا كتبيع فيه ب 25 26، شنو تصور فيه؟ بالنسبه للغلاء ما كيخرجناش حنايا، ما كديناش نريحوا صافي. هذا هو المشكل. جانا قاصح شويه، لابد من يطيحوا لنا شويه، راه قاصح. كروازي داير 240، زيد ترياشو، زيد التخسيخ ديالو. الرومي 525. الا بقى على هاد النعش ما عرفتش، محالش غنردوها. واخا القطنيه حتى هي قاصحه، ما عندنا ما نديرو، نصبرو. السردين 20 درهم، الدجاج 25، اللحم 110، الخضر كتلاح الخضر ثاني نفس المشكل. ما قاصح قاصح، ولكن الله ياخذ الحق في هذا الشيء اللي كيطرى لينا والله.